Join the battle. Be the legend. Join the battle. Be the legend. Thank you.
اوبا يا حلوينج حبايبي الكرام، حبيت اعملكم مقارنه بين السلاحين حبايبي. مثل ما انتم شايفين شباب، طبعا ما شفتوني، ما عملت اول 5 دقائق، يعني ما شفتوني بالكاميرا ولا شيء. حبيت اعملكم هيك تركزوا بالمقطع وتشوفوا بعينكم شباب المقارنه بين الام 4 اللي نزل من شوي حبايبي على اليمين، اللي موجود على اليمين، والام 4 مقارنه بين الام 4 اللي هو من اقوى الام 4ات حبايبي. طب خلينا نشوف الخاصيات. اوكي افرجيكم الخاصيات حبايبي بين الام 4 اللي نزلت جديده والام 4 اللي موجوده على اللي تعتبر هي من اقوى الام 4ات حبايبي. اول شيء خلينا ندخل على الخاصيات هنا ام 4 هاي. اوكي ندخل على الثانيه كمان بنفس الوقت حبايبي وفرجيكم مع بعض يا حلوين. طبعا شباب الام 4 موجود على اليسار، اللي موجود فيها الحطه اللي فيها الكريمينال، فيها دمج واحد دمج، شايفين على اليسار هاي فيها واحد دمج وفيها ريت سرعه الطلق تمام، وفي عنا المجزن اللي هي تبع الطلق هي ما هي مهمه. اوكي عشان هيك هاي الام 4 شباب اللي هي تعتبر من الام 4 توب 1. اوكي خلينا نروح على الام 4 الثانيه شباب. مثل ما انتم شايفين حبايبي اعتقد انتم ما بتشوفوا الان. اوكي راح افرجيكم افضل وافضل. اوكي شباب هذا هو. هي الام 4 شباب اللي نزلت من شوي. اوكي حبايبي يعني اليوم نفس الشيء، فيها دمج واحد بواحد دمج وريد فاير اللي هي السرعه نفس الشيء، يعني هاي الام 4 نفس الشيء حبايبي مثل ما انتم شايفين. بس الصراحه انا ما قدرت يعني انه اقارن بين الفرق بين هاي عن هاي باللعب. انتوا اعطوني بالتعليقات شباب مثل ما الفيديو شفتوه اول فيديو، اعطوني لكم بالتعليقات حبايبي. طبعا شباب في ام 4 ثانيه اللي هي هاي الخضراء تمام، بس ولكن فيها الرنش قليل يعني مدى قليل، يعني من قبل شباب حبايبي الام 4 من بعد مش توب ما اعرف اذا لاحظتوا بالفيديو اللي بالمقطع الاول المقطع حبايبي ما اعرف اذا لاحظتوا. اوكي بالنسبه للفرات الاخرى شباب يعني اذا نشوف الفرات الاخرى شباب موجوده عندي ما في شيء، ما في وحده مثلا تكون يعني ما شفت ام 4 افضل من اللي هي صفر، يعني هي تعتبر الام 4 توب يعني شباب ما في غيرها، فيها الدمج فيها والسرعه وفي شيء الاحسن يعني ما في شيء تمام. شوف هون تحت حبايبي هون تحت ما عم نشوف يعني كفايه لكم فيها المجزرة هي الطلق مش مهم، طلق الام 4 تحط له شارجر ووضع اللوز. اوكي شباب خلينا نروح اتاكد كمان نفس الحساب الثاني اذا في شيء ثاني ام 4ات اخرى. هذا هو شباب نفس الشيء حسابي الثاني اللي هو الكريمينال، طبعا تعرف عندي حسابين حبايبي. اعطوني رايكم بالتعليقات، ان شاء الله عجبكم هذا المقطع شباب. هذا المقطع يعني ما كان حرق، كان طبعا الام 4 اخذته اوكي، بس يعني ما كان حرق، حبيت اعمل لكم شيء ثاني يعني عشان اعمل لكم شيء يعني مثل مقارنه وهيك. اوكي حبايبي الكرام هي بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي، ان شاء الله عجبكم المقطع. يعني الصراحه حبيت اعمل لكم شيء غير يعني غير عن هذا، حبيت اعمل لكم شيء ان بو بلو سيريو يعني شيء جدي اكثر. اوكي حبايبي الكرام هيك بكون تمام مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع، ان شاء الله استفدتوا من هالمقطع حبايبي. اوكي اللي عنده الام 4 هاي بالنسبه لي يعني ام 4 كثير اسطوريه كمان نفس الشيء، واللي هاي كمان اللي حصل على هاي اوكي كمان حلوه ام 4 الاثنين حلوه شباب، بس ولكن ما عم بشوف الفرق الكبير بين بعض. اوكي حبيبي اذا انتم شفتوا الفرق حبايبي اكتبوا لنا بالتعليقات، خلينا نشارك الراي مع بعضنا حبايبنا الكرام. ان شاء الله عجبكم المقطع، بشوفكم مقطع جديد حبايبنا. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس، ومشاهده ممتعه مع الفيديوهات الجايه. اوكي شباب لا تنسوا شباب في يوم المسويات رح نعمل ان شاء الله دبل فيس كام مع حسين ان شاء الله شباب على الساعه 6 7 بتوقيت المغرب العربي على البث المباشر شباب. بنوزع كودات اورنج وكودات رشاجات جميله جدا، وبتعرفوا يعني اللي ما داخل جديد بالقناه بنعمل فعاليات دائما على البث المباشر على الفيسبوك. اوكي شباب هيك بكون تابعنا اليوم وبشوفكم على خير، سلامات.